لكل دولة حكومة ولكل مؤسسة إدارة، وإدارة الجسم وحكومته هي الأعصاب والهرمونات. الأعصاب بتنقل أوامر المخ كنبضات كهربائية توصل لكل جزء في الجسم، والهرمونات أوامرها عبارة عن كرابيج كيميائية بتمشي في الدم وتصل إلى كل خلية من خلاياه. والملاحظ أن نظام الإدارة في الجسم نظام هرمي. يعني إيه هرمي؟ يعني في قاعدة من الغفرة عليهم عدد من المديرين، وبعدين 3-4 محافظين، وبعدين فوق ملك. فنلاقي مثلا الجهاز العصبي الأول فيه ردود فعل محلية ومركز عصبي محلي، وبعدين فوق المركز ده فيه مجمع عصبي، وفوق الكل المخ أمره يمشي على الجميع. نفس الحكاية في الهرمونات برضو، بنلاحظ إن عندنا مثلا غدة زي الغدة الفوق الكلوية اللي هي السوبرارينال، الغدة دي بتفرز الأدرينالين مثلا. في غدة فوقها اللي هي غدة الدرقية هنا بتفرز السيروكسين. وفوق الكل فيه الغدة النخامية اللي في المخ اللي هي تمثل هيمنة ورياسة على جميع الغدد الصماء.